أهلي بمن حضر، جملة دايماً بنسمعها وفي ناس بتشكك فيها، بس يا ترى ده مجرد كلام ولا في أحداث تاريخية بتؤكدها؟ يلا نشوف. آخر ماتش في الدوري موسم 61-62 كانت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمباراة دي كانت هتحدد مين بطل الدوري. باختصار كده اللي هيكسب هيفوز بالدوري. تخيل مباراة بالأهمية دي الأهلي يدخلها من غير 4 لعيبة أساسية، ومش مجرد 4 لعيبة بس، دول 4 أساطير. باختصار بنتكلم عن كابتن صالح سليم، محمود الجوهري، ميمي الشربيني، وطه اسماعيل. وعلى فكرة وقتها ما كانش فيه قايمة كبيرة وبدلاء يعوضوا الغيابات دي زي دلوقتي، عشان كده الأهلي لجأ لناشئين كانوا تقريبا أول مرة يشاركوا مع الفريق الأول. ورغم كده الأهلي أثبت فعلا إنه بمن حضر، وقدر يكسب بنتيجة كبيرة 3-0 على حساب الزمالك ويفوز بالدوري. طب يمكن دي كانت إصابات وظروف خارجة عن إرادة الفريق، لكن المدهش إن الموقف اتكرر تاني بشكل أكبر ومتعمد سنة 85، لما حصل خلاف بين إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن صالح سليم وحسن حمدي ومحمود الجوهري المدير الفني للأهلي وقتها، بخصوص استمرار اللاعب محمد عباس. كابتن محمود الجوهري كان عايز اللاعب يكمل، لكن الإدارة كانت رافضة، وصعد الموضوع وأعلن عن استقالته للصحف. الموضوع ما وقفش لغاية هنا، لأن معظم اللعيبة تضامنوا مع مدربهم وامتنعوا عن التدريب. فهنا هنشوف موقف تاريخي لإدارة النادي الأهلي اللي أوقفت اللعيبة وقررت تلعب بالناشئين في الماتش الجاي. تفتكروا بقى الماتش الجاي ده مع مين؟ كان ماتش القمة بين الأهلي والزمالك في ربع نهائي كاس مصر، يعني كان ممكن بسبب قرار زي ده الأهلي يخسر بسكور كبير، لأن الزمالك كان بيلعب بالفريق الأول. ومش بس كده، ده كان بطل أفريقيا في السنة اللي قبلها، يعني فريق مش قليل. لكن نلعب الماتش والمفاجأة تحصل، وناشئين الأهلي يكسبوا الزمالك 3-2، عشان تطلع الصحافة وتقول الأهلي بعياله كسب الزمالك بحاله.